احنا معانا على التليفون اخصائي قطاع الناشئين وزميلنا فاروق صلاح، ويعني نساله عن اخر اخبار قطاع الناشئين. مساء الخير يا فاروق ومنورنا، وعايزين نسمع منك اخر اخبار قطاع الناشئين في النادي الاهلي. مساء النور كابتن محمد، تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي ولكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. اخبار بقى قطاع الناشئين كده ناخده معاك بالتدريج. هناخد بالتدريج. النادي الاهلي طبعا قدر ان هو يحسم بطولتين من اجمالي البطولات قطاع الناشئين، بطوله الجمهوريه مواليد 2001. ايوه. كابتن محمد شرف طبعا بفريقه قدر ان هو يحسم البطوله قبل 6 اسابيع من نهايه المسابقه، وفارق كبير من النقاط، وختمها امس كان عنده لقاء مؤجل امام نادي المقاولون العرب. قدر الكابتن محمد شرف وفريقه ان هم هيفوزوا على فريق المقاولون العرب 4 اهداف مقابل 2 علشان يحافظ على سجله خالي من الهزائم، وايضا يواصل مسلسل قوه خط هجومه على كل الفرق سواء المقاولين، الزمالك، الاسماعيلي. يعني القوه الهجوميه والمحاور الهجوميه عند كابتن محمد شرف فريق 2001 متعدده، يعني ما شاء الله الفريق عنده باستثناء حارس اثنين حراس المرمى كل اللعيبه اللي موجوده في الفريق جابت اهداف، ومش هدف او اثنين لا، يعني اقل لاعب مثلا جاب في الفرقه هتلاقيه جاب. هو ده حقيقي، هو ناقص الاجوان ويبقى كده الفرقه كلها جابت اجوان. بالظبط يا كابتن محمد. ايضا فريق ال 2000 اللي ان شاء الله يكون في ضيافه حضرتك النهارده قدر انه يحسم بطوله القطاعات. وبالمناسبه انا عايز اقول ان فريق ال 2000 في الاهلي عامل رقم برضه جديد، ان هو الفريق يتوج ببطلا بطوله الناشئين مواليد 2000 للعام الرابع على التوالي، منهم 3 بطولات كانت بطوله الجمهوريه. نعم. بالاضافه لبطوله القطاعات هذا الموسم، عايز ان انا نوجه الكابتن احمد سراج يكون موجود مع حضرتك، وحضرتك تستفيد معاه في الامور، لكن لازم نوجه التحيه للفريق باللاعبين، لان ال 2000 وال 2001 هم القوام الاساسي لقطاع الناشئين في النادي الاهلي، وعليهم ضغط يعني سواء بالتعامل من فرق ال 99 او فريق ال 97، فامر في غايه الاهميه فرقه ال 2000 وال 2001. النقطه الثانيه اللي انا عايز اشير ليها يا كابتن محمد، ولازم ان احنا نوجه فيها التحيه للمسؤولين في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي بقياده الدكتور عمرو ابو المجد، هي جوده الملاعب في النادي الاهلي. يعني احنا بنطلع نلعب حاليا ماتشات حاليا بنشوف. هو فعلا يا فاروق موضوع الملاعب ده امر مهم جدا، بس انا عايز اكمل معاك في باقي الفرق. في بعض الفرق خلاص الجدول الزمني بتاعها انتهى في ناحيه المسابقه، ودلوقتي عندهم امتحانات. يا ريت توضح للساده المشاهدين مين هي الفرق ديت اللي قامت خلاص مسابقتها، والفرق اللي لسه عندها بعض المباريات. طيب يا كابتن محمد، يعني نقدر نقول ال 2003 وال 2000 وال 2003 وال 2001 وال 2000 وال 99 بطولاتهم انتهت تماما خلاص. الاهلي بيتبقى ليه مباريات بطوله ال 2002، والنادي الاهلي الصراع على البطوله ما بينه وما بين المقاولون العرب ونادي الزمالك. النادي الاهلي في اخر ماتشاته بعد عودته طبعا من بطوله الامارات، هو فاز على نادي كان اخر لقاءاته الاسبوع الحالي، قدر ان هو يفوز بنتيجه 7 اهداف على نادي الصيد، وارتفع رصيده من النقاط للنقطه رقم 39. نادي الزمالك بيتصدر ب 41 نقطه، فرق ما بين الاثنين نقطتين. ماتش يعني عنده لقاء يوم الخميس القادم مع نادي شبلانجا قبل المواجهه الاخيره اللي هتحسم بنسبه كبيره البطوله رايحه فين ما بين الاهلي والزمالك، هتكون يوم الاثنين القادم على ملعب الفرع لاستاد القاهره. نعم. حاله النادي الاهلي استمراره في تحقيق الفوز على نادي شبلانجا هيواجه الزمالك وهو الفرق نقطتين، النادي الاهلي لا بديل الا الفوز، بينما نادي الزمالك هيكون ايضا عنده لقاء صعب مع نجوم المستقبل في ملعب نجوم المستقبل، بس برضه يعني الكابتن تامر كنت في نقاش معاه بنتكلم، قال لي انا الزمالك كسب او خسر انا مفيش بديل عندي الا ان انا اكسب. نعم. كان عنده بيعاني طبعا من غيابات واصابات للاعب جلال واللاعب كريم ومحمود صابر واللاعب احمد سيد عبد النبي، بدا ان هم يجهز اللعيبه لماتش الزمالك، قدر ان هو يستعين بلاعب 2003 اللاعب صلاح. نعم. رضا ده اخو شقيق اللاعب ريتشارد، اول مشاركه ليه دفع بيه في ماتش الاخير امام نادي الصيد، اللاعب قدر ان هو يصنع 2 واحرز هدف، ورهان جديد بيراهن عليه الكابتن تامر حفني في المرحله القادمه. هتبقى له مباراتين، يوم الخميس ويوم الزمالك، ويوم الاثنين ان شاء الله امام الزمالك، وهتبقى دي البطوله الوحيده المتبقيه للنادي الاهلي في قطاعات الناشئين. فريق 97 في النادي الاهلي ايضا فاضل له متبقي له لقاءين، هيواجه ان شاء الله غدا فريق الداخليه على ملعب النادي الاهلي بمدينه نصر، واخر اللقاءات اللقاء المؤجل ما بين الاهلي والزمالك قمه ال 97 في الشهر القادم على ملعب فرعي ايضا لاستاد القاهره.
يعني اذا ملعب الفرع استاد القاهره هيحتضن لقائين للاهلي والزمالك يوم الاحد مواليد 97 في ختام البطوله، وبنسبه خلاص يعني النادي الجيش صوت بطلا للجمهوريه مواليد 97. نعم. هتبقى اخر لقاءات النادي الاهلي في بطوله ال 97 ان شاء الله يوم الاحد القادم على الملعب الفرع لاستاد القاهره. طبعا زي ما حضرتك عارف يا كابتن محمد، ده انتهاء يوم الاثنين القادم هيكون هو اخر ميعاد للمباريات قطاعات الناشئين على مستوى الجمهوريه وعلى مستوى القطاعات. يعني هيخلصوا قبل رمضان. اتفضل يا كابتن محمد. بقول لك هيخلصوا قبل رمضان. بالظبط، هتخلص خلاص اخر مباراه في قطاعات الناشئين هتبقى يوم الاثنين القادم، الاهلي والزمالك مواليد 2002، والمباراه اللي هتحدد اتجاه بطوله 2002 رايحه فين. نقدر نقول ان النادي الاهلي حتى الان متوج ببطولتين، ان شاء الله ربنا يكرمه ويتوج بالبطوله الثالثه. قوه دفع بيديها الكابتن تامر حسني والدكتور عمرو ابو المجد والكابتن خالد بيض الله للعيب الفريق 2002 للتتويج بالبطوله. ان شاء الله النادي الاهلي لو توج بيها يبقى ثلاث بطولات ان شاء الله من اجمالي خمس بطولات لقطاع الناشئين، منهم بطوله جمهوريه وبطولتين قطاعات. باذن الله النادي الاهلي يحصد هذه البطوله. زميلنا فاروق صلاح اخصائي قطاع الناشئين، بشكرك شكرا جزيلا على كل اخبار القطاع بينقلها لنا دايما لحظه بلحظه زميلنا فاروق.